السلام عليكم. لي مع وصفتهم جيتكم بهاد لي باغيت محشيين بواحد الحشو. يعني حنا نحبوا هذوك الوصفات اللي تجهزي غير العجينه والحشو يكون ساهل تجهزيه بالخف. هذه هي الوصفه اللي تساعدك. شوفيها معنا العجينه سهله، تبعي معايا للاخر تكتشفي الطريقه كيفاش حضرت هذا الخبز الهايل الرائع خفيف. شوفوا العجينه شحال سهله وطريقه التجهيز والتشكيل بزاف سهله. يلا تبعي معايا للاخر تكتشفي الطريقه كيفاش حضرت هذا الخبز مع كل تفاصيله. بالنسبه للعجينه واش نحتاج؟ العجينه سهله، عندي هنايا كاس تاع الحليب يكون دافي اللي رايحه ندلو هنا كاس، يعني بين النص وبين الربع، ماشي نص كاس وماشي ربع كاس، بيناتهم يعني ثلث نتاع الزيت اللي رايحه نزيد معاهم غرفه كبيره، ماشي معمره بزاف تاع خميره الخبز، ومغرفه كبيره نتاع السكر. نخلط كل شيء مع بعض ونزيد معاهم بياض بيضه. اذا والصفار نخليه لا دوغور نتاع الخبز تاعنا في الاخير. اذا ندير البياض في العجينه. انا مثلا هنا البيض تاعي راه بارد بزاف، غادي نخرجتهم في الفريجيدير. واش درت؟ الحليب دفيته فوق اللازم، يعني دفيته شويه بزياده هكذا باش الخليط تاعنا ما يبردليش. الصفر هذاك نغطيه ونخليه على جهه بلا ما ننسى نديرو كميه نتاع الملح، حوالي مغرفه صغيره نتاع اتاي تاع الملح نديروها في العجينه. العجينه هذيك هي. اذا نخلطوا كل شيء مع بعض، سهله العجينه كما رانا نشوفوا. ونبقى نزيد في الفرينه حتى نحصل على العجينه اللي تكون شاده روحها مليح، يعني ما نديروهاش طريه بزاف مطلوقه. كاين وصفات اللي لازم نديروها مطلوقه وكاين وصفات اللي لا لازم العجينه تكون شاده روحها شويه. اذا ندير الفرينه ونبقى نزيد في الفرينه ونلم حتى تتلم لي. بسم الله. بعد ما نميت العجينه دائما نحكمها بلونك الخضاي تاعنا. اذا نولد لك العجينه تاعي حوالي دقيقتين ثلاثه حتى نشوف العجينه ولات رطبه. هاد العجينه تنحى من يدي كامل وتتلملي. العجينه راح تكون سهله كما سبق وذكرت، يعني ما تخلوهاش تلصق بزاف. العجينه راني حبتها تكون شاده روحها. اذا ندلكها شويه. لما دلكتها شويه انا واش ندلها؟ ندلها شويه فارينه، مش راح ندلها الزيت هكذا من الفوق ومن تحت باش ما تلصقليش. ونغطيها بكيس بلاستيكي نحطها في مكان دافي ونخليها حتى تخمر تطلع لي مليح مليح باش نبدا نخدمه. بعد ما خمرت لي العجينه شوفوا كيفاش طلعت هذيك العجينه طولها وقتها. مثلا كي يكون البرد وما عندكش بلاصه دافيه واش ديري؟ شعلي الفوق تاعك، سخنيه، طفيه وحطي العجينه تاعك راح تصيبيها خامره. اذا نحكم هذيك العجينه ونقسمها. دوك انا لي باغات تاعي كيفاش راني حبتهم كبار ولا صغار. دوك نشوف شحال ندير من خبزة. اذا نقسمها على اثنين وكل نص خلي نديرو ستة. يلا كل واحدة نقسموها على ثلاثة يجونا لي باغيت بزاف شابين ومتحوفين. من بعد كل واحدة نكورها. العجينة راح تساعدك طريقة رانا تعلمناها كيفاش نديرو كور غير بهادو. بعد ندير شويه نتاع فرينه نسد فهذوك الكرات باش ما يلصقوليش هذا مكان، ونغطيهم هكذاك باش يرتاحوا غير واحد الخمس دقائق الوقت اللي نجهزوا الحشو برك ونبداو نشكلوا فيهم. بالنسبه للحشو واش راح ندير؟ راح ندير حاجه خفيفه. عندي هنايا زوج بيضات اللي كنت غليتهم رايحه نمرسهم غير هكذا بالفرشيطه كما تقدري تسكرفجيهم. دوك هنا الحشو اختياري، ديري واش حبيتي ولا واش يحبوا وليداتك. لي راح نزيد عليهم جبن مثلثات ثلاثة حتى ربع حبات. راح نزيدهم مع الخليط نتاعنا. مثلا هنا تقدري ديري المعدنوس، يا وليداتك ياكلوا المعدنوس كيما اليوم ماش راح نديرو لا هو لا زيتون، يجيب الزيتون هايل. رجل الدراري ماش راح نديرو، لكن نتوما زيدوا الا تاكلوه يجيكم هايل. ونزيد عليهم اثنين علب نتاع الطون تاع الطوماطيش كيما تقدري ديري نتاع الزيت، تصفيه مليح من الزيت وضيفه. اذا راح ندير اثنين علب. اذا نبدا نشكل في الخبيزات. نحكم وحده هذه الطريقه، ندير شويه نتاع فرينه ونفتحها بالحلال رقيقه وعلى شكل مستطيل. بسم الله.
نكم هاد لاغولات تاع البيتزا وندير هكذا نفتح فتوحات لكن يكونوا مايلين في الجزء الفوقاني. ها الطريقة. وندير الحشو من هاد الجهة، نديرو كمية نتاع الحشو غير شوية شوية، رايح يكفينا هاكا. يعني اليوم شتلكم حشو اللي ساهل وما يشدش اليد. انا نحب نضيف هذا الفرماج، يجينا هايل في المملحات وكيدوب يعطينا منظر شباب وبنة. اذا نفتح وحدة نقسمها على اثنين ونديرها على الطول تاع الخبزة تاعنا هكذا. دوك واش ندير؟ نغلق غير من نومن ونغلق عليها بهذه الطريقة كما رانا نشوفو، ونكورو نكورو الباقيات تاعنا، لازم تكون محمية باش ما تخرجناش. من بعد ندورو على هذاك الفتوحات اللي درناهم، ها هي معنا، ونحطها في السنيوة. شفتو شحال سهلة؟ إذا نرفدها ونحطها في السنيوة تاعنا. إذا ها هي الخبزة الأولى تاعنا كيفاش تجي. ها هما بعد ما شكلتهم كاملين هذاك الصفر اللي خليته، درت له حوالي مغرفه كبيره نتاع الحليب. اللي ما تحبش ريحه البيض تقدري ديري الخل، كيما تقدري ديري قهوه سريعه الذوبان. اذا وندهن الوجه نتاع هاد الخبيزات ولا لي باغيت تاعنا محشيين. اذا ندهنهم هكذا بالبيض. لما دهنتهم كامل ندير لهم شويه نتاع الجلجلان ونزيد لهم شويه نتاع الساندويتش هكذا هكذا باش نحسوا انهم مالحين. اذا دوك واش ندير؟ نخليهم غير نكمل وندير لهم هكذا السانوج والجلجلان. نشعل الفرن تاعي ل 190 درجه حتى يسخن هكذاك واحد ربع ساعه، يكونوا الخبيزات نتاعي يرتاحوا ندخلهم يطيبوا. دوك عندك فرن عادي شعلي من التحت كي يطيبوا لك من التحت شعلي من الفوق، عندك فرن مروحه شعلي غير من التحت وشعلي مروحه. اذا نطيب الخبيزات نتاعنا ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. هذا وين طابوا الخبيزات، نخليهم يبردوا شويه ونقدمهم. شوفوا اللون كيفاش خرج لنا والشكل تاعهم بزاف شباب، وشفتوا الطريقه اللي شكلناها بزاف سهله. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده. بعد ما طاب الخبز وبرد شويه قدمناه، ها هو معنا، سميناه دي باغيت محشيين بحشو ولا اسهل. شوفوا لي هذاك الشكل تاعو شحال جانا شباب، وطريقه التشكيل كما شفتوها بزاف سهله. راح نقسم لكم منه باش تشوفوا القوام تاع هذا الخبز كيفاش جانا. اذا بسم الله، خاصه هذاك هو سخون بعداك الفرماج، تشوفوا في القلب نتاعو صيبوه دايب. لاحظوا معنا وشفتوا الحشو شحال درناه ساهل وما يجيش ناشف. كاين بزاف الناس يحبوا يديروا خبيزات محشيه لكن ما يحبوش الحشو يكون ناشف. يلا ما عليكم غير رجع البروصفه، راني متاكده انها راح تنال اعجابكم. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.